السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: الملك أيده الله يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى السودان. 65% من أولياء الأمور يفضلون التعليم عن بعد. وإلى صحيفة الأيام والتي نقلت: تأييد محلي ودولي لحكمة الملك المفدى أيده الله، إعلان تأييد السلام يجسد نهج مملكة البحرين في التعايش. وزير الخارجية: السلام مع إسرائيل خطوة واقعية في تحقيق السلم العالمي. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها: إعداد 500 درس رقمي لطلبة التعليم الفني والمهني. اقتصاديون يدعون إلى التقييم المستمر للعمل المرن. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن: السماح بدخول الخليجيين للسعودية يوم الثلاثاء، وفتح المنافذ بالكامل في شهر يناير لعام 2021. نبدأ مع صحيفة الأيام، ونطالع منها أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبد الله البعينين أصدر قرارا بشأن توقيع جزاء الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب أو الفصل من الخدمة للموظف في حال نشره ما يثير الخلافات في المجتمع أو يؤثر على الوحدة الوطنية أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل. نشر الكاتب سعيد الحمد مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان وطن السلام، فإلى المقال. ثقافة السلام والوئام هي استراتيجية البحرين منذ كانت، وهي ما عرفت به على مدى التاريخ. والبحرين العربية منذ كانت وما زالت مع الحقوق العربية، لم تفرط فيها ولم تتخلف عن ركب العروبة والإسلام، فهذا ديدنها وهذا نهجها الراسخ في الوجدان البحريني. ومواقفها الثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني يشهد بها التاريخ العربي والتاريخ الفلسطيني نفسه، ولن يزايد فيه طرف على طرف. ففي صدارة أولوياتها ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وهو ما عمل طوال عقود وعقود. البحرين آمنت بالسلام أسلوبا لا تغرد خارج سربها، ولا تبتدع أسلوبا خارج المنطق والعقل والحكمة السياسية في إدارة الملفات العالقة والصعبة، فهي تنتهج السلام استراتيجية وأسلوبا في إدارة العلاقات ومعالجة الملفات الشائكة وتحقيق التطلعات والآمال. هذا ونشرت صحيفة الأيام في صفحتها الأخيرة صورة لوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال تطوعه في التجارب السريرية الثالثة للقاح فيروس كورونا. ذكرت صحيفة الوطن أن مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال العلوي أكد أن إدارة تقييم الوظائف بديوان الخدمة المدنية وخلال الفترة الماضية من العام الجاري قامت بدراسة وتطوير 21 معيارا لتصنيف وتقييم الوظائف في الخدمة المدنية بحسب الخطة السنوية للإدارة. غدا سلام عنوان مقال في صحيفة الوطن للكاتب محمد درويش، فإلى المقال. غدا سيتم بإذن الله طي صفحة من صفحات التاريخ لنبدأ بكتابة صفحة جديدة. نتمنى أن تكون أكثر هدوءا واستفادة عندما يلتقي ممثلو البحرين والإمارات مع قيادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية
وإسرائيل في البيت الأبيض لأول مرة أمام وسائل الإعلام. أمامهم أوراق اتفاقية إعلان تأييد السلام، حيث سيعلم العالم أن الخليج الآن هو مركز الثقل العربي والإسلامي، وهو الذي يقود المبادرات الجريئة الشجاعة ليحمي نفسه ويحمي أشقائه. المرحلة الحالية كانت بحاجة ماسة لكسر معادلة القوى في المنطقة التي لا تخدم العرب إطلاقا، في ظل تغلغل شنيع للفرس، ومعهم العثمانيين في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وقطر. المواطن الواعي لخطورة المرحلة الحالية على أمن واستقرار دول الخليج بحكم أنه مركز الثقل العربي والإسلامي والداعم الأول لقضايا العرب والمسلمين، ومن الضروري أن يحافظ على مكتسباته واستقراره وأمنه كي يستمر في القيام بدوره المحوري. بيّن الصحيفة الوطن أن مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية السعودية صرح إلى أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها سيكون بعد تاريخ الأول من شهر يناير لعام 2021، كما سيتم السماح بدخول الخليجيين وغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بدءا من صباح يوم غد الثلاثاء. بقلم الدكتورة وجدان فهد، نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان نثق بقيادتنا ونمد أيدينا بالسلام، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. غدا سيتم التوقيع على اتفاق السلام بعد الإعلان الذي جرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين، وبرغم الإيجابية التي يحملها الإعلان في فتح آفاق جديدة أمام السلام العالمي وتهدئة المنطقة، فإن وقع الإعلان جاء مدويا على الفصائل الفلسطينية وبعض أفراد الشعوب العربية. هنا يأتي دورنا في التنوير والتوعية بمعرفة الرد السليم على من يشكك في القرار السيادي لمملكتنا ورغبة قيادتنا في مشاركة العالم التوجهات المستقبلية وعدم الانجرار مع العواطف والإسقاطات السياسية على القضية الفلسطينية. لقد سلكت قبل الإمارات والبحرين عدة دول نهج السلام واستفادت منه من دون هضم وتجاهل حقوق الأشقاء الفلسطينيين، بل جاءت مساعيها مساندة لتلك الحقوق ومحفزة لتسريع نتائج مفاوضات السلام. من صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن عدد من النواب أجمعوا في تصريحات لصحيفة أخبار الخليج على ضرورة بدء العام الدراسي الجديد عبر نظام التعليم عن بعد بالكامل، نظرا إلى ما تشهده المملكة من زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة. خطت الكاتبة طفل الخليفة مقالا بعنوان التزام في صحيفة أخبار الخليج، فإلى سطور هذا المقال. الأرقام التي أظهرها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والتي تظهر أن الزيادة في عدد الحالات القائمة للفيروس خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى مستويات جديدة لم يسبق الوصول إليها، متخطية حاجز 750 حالة قائمة في بعض الأيام. وقد بلغت النسبة البحرينيين من إجمالي الحالات القائمة أكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه بعد عيد الفطر، إذ بلغت الحالات القائمة الجديدة بعد مرور أسبوعين على عاشوراء 7451 حالة، بلغت نسبة البحرينيين 82%، كما بيّنت المؤشرات ارتفاعا في عدد الحالات القائمة للأطفال والنساء بعد موسم عاشوراء. هذه الأرقام تؤكد أنه لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم تأكيدها من قبل الفريق الطبي،
بالنسبة إلى تجمعات عاشوراء، ما أدى إلى كل هذه الزيادة وإلى إصابة النساء والأطفال بهذه الأعداد وارتفاع عدد الحالات إلى هذا المستوى غير المسبوق. بيّن صحيفة البلاد أن مدير إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم محمد الصديقي أعلن عن انتهاء الوزارة من إعداد نحو 500 درس رقمي جديد لطلبة التعليم الفني والمهني بمختلف التخصصات. وبقلم الكاتب أسامة الماجد نشر صحيفة البلاد مقالا بعنوان البحرين ترسم خريطة السلام العالمي وازدهار الشعوب، فإلى المقال. الخطوة التاريخية الشجاعة التي قام بها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ستحقق مزيدا من الاستقرار والازدهار والتطور والنماء لشعوب المنطقة. إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه ضربت أروع المثل في التسامح، وذلك لما للتسامح من أثر كبير في تعميق قواعد التفاهم والسلم بين الأمم والتقارب بين الثقافات على مستوى العالم. جميعنا ندرك أن الحروب والنزاعات لم تعد تشكل حلاً لأي قضية في هذا العصر، إنما الحوار والدبلوماسية والتفاهم، وهذا بلا شك سيكون بمثابة القاعدة المتينة التي سيبني عليها الجيل القادم المستقبل المزدهر والأمن والتوافق لما فيه مصلحة الجميع. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الصباح، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.